فرايدي. صباح النور سلمى، اهلا وسهلا فيكي وبانضمامك لنا على فريق صباحنا غير، وسعيدين فيكي وان شاء الله هيك كمان حلقه ورا حلقه حرقه ولا حرقه بيصير في الامور احلى واسهل. شكرا كثير لك سلمى، هيك ان شاء الله يا رب نقضي اوقات ممتعه ومفيده لكل المشاهدين. الخير مثل العطر تماما، بمجرد ما حاولنا ننشره على الناس اللي حولنا رح يعلق فينا الكثير من عبقه، لهيك لابد انه الخير يرجع لاصحابه. يسعد صباحكم مشاهدينا، وان شاء الله الخير يرافق كل يلي عم يشاهدونا. يسعد صباحك عن جديد يا سلمى. يسعد صباحك عن جديد هايدي، مثل ما قلتي صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم بيتابعونا. رحله صباحيه جديده، مواضيع متعدده رح نفصلها مع ضيوفنا الاختصاصيين بين الصحه والطب وايضا المعلومات الاجتماعيه، ولكن بالبدايه خلينا نصبح عليكم بغنيه ونبدا. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وبالبداية مثل العادة خلونا نروح لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي صارت مثل هذا اليوم. اليوم 18 كانون الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1956 اليابان تصبح عضواً بالأمم المتحدة، وبعام 1997 صدور قرار يمنح اسكتلندا برلمان خاص بها لأول مرة من ثلاثة قرون. ومثل اليوم من عام 2013 أول عملية زرع قلب صناعي في التاريخ تتم في باريس.
وبعام 2013 لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة يعتزل كرة القدم. وبعام 2016 تتويج نادي ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1878 جوزيف ستالين، زعيم شيوعي وقائد الاتحاد السوفيتي الثاني. وبعام 1913 فيلي برانت، مستشار ألمانيا وحاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1971. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2006 جوزيف باربيرا، رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم أند جيري. واليوم 18 كانون الأول هو اليوم العالمي للغة العربية. أما هلأ هايدي رح نروح لمحافظة درعا وتحديداً لأزرع اللي شهدت طبعاً مع بداية الاحتفالات بعيد الميلاد إضاءة شجرة وحفل لكشافة طبعاً مع فقرات فنية للأطفال. خلينا نتعرف كيف كانت الأجواء بتقرير مراسلتنا مرح المقداد. هو الأمل الذي يضيء في النفوس ويبعث فيها السلام والشوق لمستقبل يحمل لسوريا ميلادا جديدا. ففي زحمة أعياد الميلاد وبرعاية المطران الياس الدبعي، متروبوليت بصرة حوران وجبل العرب للروم الملكيين الكاثوليك، تشارك محافظة درعا بهجتها وألقها بمراسم الاحتفال في كنيسة مار الياس في مدينة إزرع بريف درعا الشمالية. درعا كل عمرها أبناء حوران، هم شباب النشامة، شباب الغيارة، الشباب اللي بتحب البلد. نحن بضيقة بأزمة، صح، نحن كل الناس بتعترف أنه نحن بأزمة، العالم كله عم يحاصرنا إن كان اقتصاديا أو غير اقتصاديا. الهجمة اللي كانت على سوريا مخيفة. شباب حوران من أحلى الشباب، وحوران أرض معطاءة، أرض خيرة. ميلاد المجيد، ميلاد السيد المسيح، إن شاء الله بنعاد على سوريا بخير، ببركة، بأمن، بأمان. عرض موسيقي لفرقة الكشافة في إزرع وفقرات فنية وغنائية رسمت البسمة على وجوه الأطفال والأهالي مع إضاءة شجرة الميلاد التي تنذر في كل عام بخير يعم أرجاء البلاد. الشعب السوري رغم كل الألم والصعوبات المعيشية والحياة، مصرين نزرع الفرح ومصرين نعيش الفرح ونعيش روح الميلاد. وكل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف ألف خير. إن شاء الله تنعاد على الجميع بالخير يا رب، تكون سنة خير على الجميع يا رب. كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. نهدي إضاءة الشجرة لسوريا، لبلدنا الحبيب ولقائدنا، والله يحمي جيشنا ويحمي شعبنا. هي الأيام المباركة التي ترفع فيها كل الأماني بولادة تمحو ذكريات الحرب القاسية وترتدي ثوبا ملونا بألوان الحياة من جديد. مرح المقداد، الأخبارية السورية، درعا. في بداية فقرتنا سلمى اليوم الطبية رح نحكي عن عضو مهم بجسم الإنسان واللي هو الكلية وتأثير الأدوية على الجسم وخصوصا الكلية. مثل ما بنعرف إنه وظيفة الكلية هي اللي بتطرح الأدوية من الجسم عن طريق البول، فما هو القصور الكلوي وشو أضراره السلبية؟ كل هاي الأمور رح نتعرف عليها اليوم سلمى بفقرتنا الطبية. أكيد هادي، ورح نحكي كمان عن الأدوية، هل في أدوية بتزيد من تفاقم هاي الحالة أو في أدوية بتخفف؟ وكل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور بشار يارد، وهو اختصاص بأمراض الكلية وعلاج مرضى زرع الكلية وأيضا علاج الضغط الشرياني. أهلا وسهلا فيك دكتور بشار، سعد صباحك. أهلا فيكم، صباح الخير. صباحك دكتور، صباح الخير. لفت لي نظري وجود هالشجرة الحلوة. أهلا وسهلا فيك. مناسبة لنقول للعالم كلهم إن شاء الله عياد مبارك يا رب، عياد مبارك، وإن شاء الله تكون سنة 23 سنة خير على هالبلد. آمين، عند عليك بكل الخير. حل كل المشاكل اللي عم تعاني منها. أهلا وسهلا.
بالبداية دكتور، ثقافة الناس عن عضو المهم بجسم الإنسان واللي هو الكلية، ممكن في كتير ناس ما كتير واعية بهذا الموضوع. اليوم شو أهمية أو وظيفة الكلية بالجسم، وقديش نحن اليوم مهم نعمل دايما تشيك على الكلية لحتى ما نوصل للفشل الكلوي أو القصور الكلوي؟ هلا هو بتعرفي الكلية هي عضو مهم، أساسه هو اسمه جهاز الأطراح أصلا، فكل شيء بالجسم، مواد مستقلبة، مواد سوائل، مواد سامة، هي كلها لازم تنطرح عن طريق الكلية. فأي خلل بهذا العضو هيؤدي لتراكم هالمواد السامة والضارة ونواتج الاستقلاب، تظهر علينا مظاهر بنسميها نحن القصور الكلوي، سواء قصور كلوي حاد أو قصور كلوي مزمن. طيب دكتور، خلينا بما انه اليوم نحن قلنا بدنا نعرف قديش الادويه بتاثر على عمل الكليه، خلينا نعرف دور الكليه بطرح الدواء بالجسم. هلا نحن بنعرف انه الادويه هي عباره عن مواد كيماويه، وهالمواد الكيماويه محسوبه بالمليغرامات يعني. صحيح. وهي إلى فوائد لمعالجه بعض الامراض، ونفس الوقت اذا صار في سوء استخدام لها ممكن تعطينا نتائج عكسيه. فهي الادويه، معظم الأدوية اللي بياخذها المريض هي تستقلب عن طريق الكبد أو الكلية أو كلاهما، وبتم طرحهم بهالطريقة عن طريق الكبد أو عن طريق الكلية. فمعظم الأدوية إذا تطرح نواتج الاستقلاب تبعها عن طريق الكلية، ونحن بنعرف إنه هالكلية هي كلها وزنها 150 جرام، كليتين عندنا كلهم 300 جرام، فبدنا ننتبه عليها وندير بالنا وننتبه. وهيك يعني. طيب دكتور، ذكرت حضرتك بالبداية عن القصور الكلوي، شو الفرق بينه وبين الفشل الكلوي والحسد الكلوي؟ في كتير مصطلحات طبية، شو الفرق بيناتهم؟ يعني المعنى واحد، فشل كلية بأداء وظيفتها هي نفسها قصور كلوي بأداء وظيفته وتراكم السموم بالجسم. يعني نفس المعنى، وظيفة واحدة، تعبيرين لمعنى عدد واحد، عدد المسميات. طيب دكتور، اليوم في كتير أمراض أخرى بتفاقم أو بتأدي لاضطراب بعمل الكلية، منها الضغط، بنعرف أنه الضغط بيأثر طبعاً عضلة القلب، وطريقة ضخ الدم بيأثر على طبعاً الكلية وعملية الاستقلاب، وأيضاً مرض السكري بيأثر، إذا كان ارتفاعه بيأثر على عملية الاستقلاب وبالتالي على طرح السوائل. خلينا نحكي عن أهم العوامل اللي بتأثر على عمل الكلية. لا، الكلية مثل ما قلت لك قبل شوي عضو فيه 150، وزنه 150 جرام، هذا بياخذ 20% تقريبا من الناتج القلبي من الدم. عضو غني بالدم، عضو بالتالي بحاجة لكمية كبيرة من الأكسجين. يعني احنا ما بنقول غني بالدم يعني بحاجة لأكسجين. أي خلل، أي اضطراب فيه ممكن يؤدي لقصور بوظائفه. هلا بالنسبة لذكرتي حضرتك على الضغط الشرياني، الكلية مثل ما هي معروفة إنه هي تقوم ب تنظيم الضغط الشرياني، بينما القلب يعاني من الضغط الشرياني. عكس ما الناس متصورة أنه القلب اللي معه ضغط شرياني يعني مريض قلب، لا، القلب يعاني من الضغط الشرياني، ولذلك واحد بتصدى لعلاج الضغط الشرياني لحماية القلب. نرجع للكلية اللي هي بتنظم الضغط الشرياني، هي أساس عملها، وفي أعضاء تانية ممكن تساوي كمان تلعب دور بارتفاع ضغط الشريان، مثل غدة الكظر أو اضطرابات بتشكيل الأوعية بالجسم، احنا بنسميه تضيق برزخ الأبهار أو هيك. فأي اضطراب بعمل الكلية بده كمان يعمل اضطراب بالضغط الشرياني عند المرضى. طيب دكتور، أسباب وأعراض القصور الكلوي، هل هو ممكن يكون مرض وراثي أو هو نمط حياة معين؟ لا، في امراض كليه وراثيه وفي امراض كليه مكتسبه، يعني بتصير التهاب اللوزات. ممكن يكون القصور الكلوي وراثي؟ في امراض كلويه وراثيه، في امراض كلويه مكتسبه. اذا بنحكي على الامراض الكلويه المكتسبه، ممكن التهاب اللوزات يعمل قصور كلوي اذا اسيء علاجه. السكري ممكن يعمل قصور كلوي كمان مزمن. الامراض المناعيه ممكن تعمل قصور كلوي مزمن. في حالات انتانيه شديده غير مسيطر عليها تعمل تفاقم بحالة تؤدي لقصور كلوي حاد مترقي يعني. ففي كتير أسباب، الحمض البول، ارتفاع حمض البول، الضغط الشرياني إذا ما سيطرتي عليه، كله هذا بيؤدي للقصور الكلوي. نحن حتى بالضغط الشرياني أحيانا بنقول إنه كل ضغط شرياني عند شاب هو كلوي حتى يثبت العكس. وفي أحيانا نحتار إنه يا ترى هو ضغط أساسي ما له سبب، ولا في سبب ثانوي له كلوي أو غير كلوي أدى لحدوثه.
دكتور، خلينا نحكي اليوم عن بعض الأدوية اللي بنسمع أنه لها تأثيرات على الكلية. هل صحيح في أدوية بتأثر سلبياً على عمل الكلية وما بيصير ياخذها المريض، وبالتالي دائماً بنعرف أنه أي مريض بحاجة لاستشارة مريض الكلية قبل ما ياخذ هاي الأدوية؟ لا، مثل ما ذكرنا أنه الأدوية هي مواد كيماوية وبالميلي جرامات تحصر، يعني بتقول لك حبة 50 ميلي جرام وحبة في حب 5 ميلي جرام. صحيح. إذن هي مواد شديدة الفعالية وإلى مثل ما لها فوائد ممكن كلها مضار أو سلبيات أو سايد إفكت أو عدم تحمل إذا لم يحسن استخدامه. نحن بنقسم المرضى لقسمين، مرضى عندهم وظيفة كلية طبيعية ومرضى عندهم وظيفة كلية مضطربة. حتى المرضى اللي عندهم وظيفة كلية طبيعية، في أنواع من الأدوية ارتكاسها الكلوي مرتبط بالتعرض، يعني ممكن أنت بعض المسكنات اللي الناس تعتبرها عادية تاخدها كتير، تاخد كميات كبيرة من غير مدروس مثل الديكلوفيناك، ممكن جرعة واحدة تعمل قصور كلوي إلى أثار سلبية كتيرة. قصور كلوي حاد ممكن يكلف المريض كذا جلسة جرعة واحدة دم. ممكن تعرض، يعني هاي بالتعرض، وهي إلى سلبية إنه المريض لما بينصاب ما بيحس فيها دغري لأنه بتحافظ على الصادر البولي، بيقول لك أنا عم بول ما وقف البول عندي. بالتحليل وقت بيتعب جسمه وينهك بيعمل تحاليل تلاقي له قصور كلوي حاد. وفي كثير مرضى بنضطر نعمل لهم نحطهم على جلسات تنقية الدم أو كلية صناعية لحتى نقدر نحافظ على حياتهم ريسا ما ترجع الكلية تجدد حالها. في حالات بالقصورات الكلوية الحال المزمنة بنقول لهم نحن للمرضى خلي الطبيب يكتب الدواء اللي بده اياه، بس نحن بنعدل الجرعة حسب الشيء اللي بنسميه التصفية الكلوية اللي مرتبطة اما بعمر المريض، بالحالة المرضية، بالكتلة العضلية لإله، برقم الكرياتيني. هاي كلها نحن ضمن بادجت كامل بنسميها هي التصفية الكلوية. فنحن ممكن انت اذا دواء معين بحاجه تاخذي 2 جرام، ممكن هون نعطي نص جرام او ربع جرام ليؤدي وظيفه ال 2 جرام اللي انت تستفيدي منهم. اذا هون صار عندنا حاله اسمها تعديل جرعات في حاله التعرض المباشر. اذا ممكن ابره بنسلين تعمل لك قصور كليه هاي تحسسي. في ادويه تراكميه نحن بنسميها الامينوغلايكوزيد مثل الابرجنتامايسين والاميكاسين، انا عم بلفظ اسمائهم هلا على الشاشه لانه الناس متعارف صحيح معروفة. وضروري نعرف بهالاسم. فهدول تراكميه اذا تجاوزت جرعه معينه لو ما في شيء بالكليه حتنصاب الكليه. انا بعرف الاميكاسين بيعملوا تحليل للكرياتين قبل ما يوصفوا. تمام. اي دواء لازم، اي دواء اميكاسين او جنتامايسين او اي شيء ثاني لازم نحن نحلل بوله وكرياتينين قبل ما نبلش بالعلاج، وخاصه عند المرضى اللي عمرهم فوق ال 60 سنه. صحيح، اللي عندهم يعني نحن ما بيصير نعالج مريض ابن 20 سنه مثل مريض ابن 50 سنه مثل مريض ابن 70 سنه. صحيح. لو بنفس الرقم الكرياتينين، يعني رقم واحد كرياتينين عند ابن 70 سنه غير واحد كرياتينين عند ابن 20 سنه، حسب تختلف التصفيه الكلويه لانه بيختلف عمر الشخص والكتله العضليه. شو الدلالات اللي بيعطينا اياها الرقم؟ يعني مثلا قلت رقم واحد بيختلف بين اللي عمره 70 عن اللي عمره 20، يعني ممكن اللي عمره 20 سنه كرياتينين واحد يكون تصفيه عنده 120، بينما ابن ال 70 سنه بكرياتينين واحد ممكن تصفيه عنده تكون 70. شوفي الفرق. وهذا بينعكس على كل المعالجات خاصه بالاورام، معالجات الاورام، معالجات استخدام مواد ظليله بالاشعه، هي كلها ممكن بدها دراسه، يعني بدها تمحيص، ما في ارتجال بالموضوع وما نتسرع. نحن حتى لما نطلب جهاز بول ظليل لمريض ما بننفذه لحتى نعمل بوله وكرياتينين، اذا البوله والكرياتينين مضطربه نمنع بنوقف التصفيه. وهون كثير نحن بنعاني هي المشكله بالمواد الظليله عند الاطباء، عند المرضى اللي بحاجه لقسطره قلبيه وحط شبكات. هدول بيكونوا بحاجه لكميه ماده ظليله شديده يعني كبيره، فكثير بنتشاور مع اطباء القلب بنقول له انه اذا الحاله خطيره ومهدده للحياه اوكي بدنا نضحي بالكليه. تمام. الكليه بالاخير نعمل كل جلسات تنقيه دم، كليه صناعيه، اما هون بنحافظ على حياته. اما اذا المريض ما عنده نشاط مع فيزيائي، ما بيطلع، ما بفوت، ما في جهد، يفضل العلاج المحافظ. هي كلها تدرس بوقتها. طبعا
طيب دكتور، إذا بدنا نحكي عن موضوع مهم بالنسبة للكل، شرب المياه يوميا، يعني اليوم نحن بفصل الشتاء بتلاقي جسمنا ما كتير بيتطلب المي، فشو برأيك هل ممكن يأثر سلبيا على صحة الكلية؟ وقديش شو الكميات اللي لازم نشربها يوميا؟ هلا طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك الصيف غير الشتاء، بالشتاء بالصيف في تعرق، في فقدان سوائل، هي الموضوع مرتبط بالمهنة كمان، في مهن بتطلب تعطي سوائل زيادة، يعني واحد فران قاعد ورا بيت النار غير هلا نحن قاعدين بجو حلو ورايق. نحن بنقول المطلوب انه اذا يعطي صادر بولي بحدود لتر للتر ونص كل يوم. هلا انت لتعطي صادر بولي لتر للتر ونص باليوم قد ايه لازم تشربي؟ هون انت بدك تحسبيها، خصوصا للاطفال كمان مهم، ما عندهم وعي بهذا الموضوع فما بيشربوا كميات كثيره. هلا الاطفال بدك تطالبي اهلهم، دور الاهل هون، الاهل ف قديش انت لتأمني صادر بولي لتر لتر ونص؟ ممكن واحد يشرب لتر لتر ونص يطلع صادر بولي لتر ونص، ممكن واحد بثلاثة لتر سوائل يعطي لتر ونص. نحن بنحسبها انه بنقول نحن جسم بحاجة كل يوم ل 1500 سي سي او ميلي لتر سوائل لاستكمال حياته. هو بنواتج عملية الاستقلاب اللي بتصير بينتج عنا 900 سي سي ميلي، هو الجسم بينتج 900، شوف كيف بدافع عن حاله. المتبقي 500 ل 600 ميلي بده ياخذهم مصادر خارجيه، سواء مي، شاي، زهورات، يعني احنا ما بنقول بس مي، سوائل، شوربة، صحيح كله هذا، اذا ضمن هالمجال هذا انت هذا حاجه الجسم، فهلا تقدر تبولي كمان لتر ونص معناه بدك بحدود اللترين. دكتور نحن عم نحكي عن تاثير الادويه، ايضا المكملات اللي بتتاخذ والفيتامينات لها دور كبير ايضا، هل لها تاثير سلبي على الكليه اذا اتاخذت بطريقه غير صحيحه؟ يعني انا بعد العمر بعد الممارسه الطويله شفت انه معظم الناس تاخذ فيتامينات بدون استقبال. يعني اذا المريض واعي ومدرك كله بيفيد، على مبدا كله بيفيد وما في حميه مطلوبه منه وبياكل غذاء طبيعي، معناته هو ضمن هالغذاء هذا موجوده كل الفيتامينات اللي هو بحاجتها. هلا في عنا موضه جديده بسموها الشباب اللي بتروح تلعب رياضه وكمال اجسام وتاخذ بروتينات ومكملات، يعني للاسف انه دائما في عنا حالات من القصور الكلوي الحاد المزعج. يعني الاسبوع الماضي شفت حقيقه واحد عنده قصور كبدي وقصور كليه بسبب هالقصه، يعني ماساه. فبدنا ندير بالنا اذا ما الدواء بحاجه له الجسم ما لازم ياخذوا، ما لازم ينوصف اصلا، ولازم يصير في مراقبه مشدده على الانديه الرياضيه اللي لانه هن بيجيبوها بشكل غير شرعي وبيوزعوها للشباب اللي عم تلعب رياضه. في خوف كمان من انحلال عضلات اللي بيصير يعني غير. طيب دكتور الحميه علاج لكثير من الامراض، اليوم شو دورها كمان مثل ما ذكرت حضرتك بعلاج مرضى الكلى؟ اهميه الالتزام بانظمه غذائيه معينه. هلا نحن اذا قلنا القصور الكلوي الحاد موضوع اخر، هذا مريض مستشفى له مراقباته الخاصه، اما نحن القصور الكلوي المزمن هل المريض متعايشين معه يوميا؟ نحن في ناس نعرفهم معهم درجه من القصور الكلوي، هو يصنف لخمس درجات القصور الكلوي المزمن. شو هن الدرجات؟ واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه ثلاثه بي، اربعه خمسه، خمسه هي مرحله كليه الصناعيه. هلا كل مرحله من هدول له نظام حميه معينه، يعني مثلا اذا مريض كرياتينينه واحد ونص او اثنين مو معقول اعطيه حميه غذائيه مثل مريض كرياتينينه واصل قصور كلوي له درجه خامسه. تمام؟ اذا حسب الدرجات نحن تعتمد الحميه بشكل عام على الاقلال من المواد الحاويه على البوتاسيوم اللي هي موجوده ببعض الاكل مثل البطاطا، مثل الموز، مثل الفريز، العصائر، الفواكه تمام نحاول نبعد عنها، وعن الخضار الطازجه، هذه غنيه بالبوتاسيوم. انا بقول له للمريض كل شيء بيدخل على النار معلش، يعني مثل ما حكينا هالخضار هلي اللي ممكن انت ممنوعه تاكلها وهي نيه، اذا انطبخت ممكن تصير مسموحه لانه بكب المي طابي. صح دكتور، يعني اليوم بنسمع كثير انه الخضروات مثل البقدونس والليمون وكثير من الامور بتساعد بادرار البول، يعني بتساعد على انه الكليه تؤدي وظائفها بشكل افضل، هل هذا الشيء صحيح؟ الليمون، حتى كمان الليمون، البيره الخاليه من الكحول. هلا الليمون مفيد لانه فيتامين سي بس ما له علاقه بالادرار، اما البقدونس والخضروات اذا في قصور كلوي قاتل، يعني اكل التبوله بتجيب مريض قصور كلوي على الاسعاف، يعني ممكن بتوقف قلب. فبدنا ندير بالنا بهي الحميات اللي بتكون حميات مدروسه. صحيح. واي حميه بدك تعطيها لمريض بدك تكوني محلله وضعه تمام الصحي.
طيب دكتور، خلينا نحكي كمان اليوم يعني بظل هذا خليني أقول الحياة الجديدة اللي الناس صارت فيها، فصار في كتير إكثار من الأكلات الدسمة أحياناً، من الأكلات اللي هي الجاهزة اللي بيكون فيها مواد صناعية كتير، فيها قلي كتير، اللي بتعمل كمان تشفاف أحياناً كتير عند الناس. قديه بيهمك اليوم أنه يكون حتى الأكل مثل ما قلت أنت، إذا انطبخت أو دخلت على النار فهي بتخف شوي بعض المأكولات، كمان النمط الغذائي من الرياضة وغيره قديه بيفيد المريض؟ تمام، حركة بركة، الرياضة مفيدة، بس كل شيء أنا بقول للزايد أخو الناقص، يعني كل شيء فيه إفراط فهو بيعطي نتائج عكسية. لازم الاعتدال. حضرتك حكيتي على الحمية الغذائية، الحمية الغذائية مفروض موجودة من ثلاث مواد، اللي هي الكربوهيدرات أو النشويات والدسم والبروتين. معروفة 50%، 30%، 20% دسم، لازم يكون الغذاء المتوازن محتوي عليه. الافراط بكل نوع من هدول لحدا، الاكثار من النشويات مضر، الاكثار من الدسم مضر، الاكثار من البروتينات مضر. مريض الكليه بيجوا للاسف بيقولوا لا تاكل لحم لا تاكل كذا، هذا خطا فظيع، لانه هو كمان بحاجه لبروتينات لبناء جسمه، وبيطلع له 1 جرام بروتين على الكيلو، يعني اذا وزنه 70 كيلو بيطلع له 70 جرام بروتين. في ناس محسبه مثلا جرام اللحمه هو جرام بروتين، لا، كل 3 جرامات ونص لحمه لتعطينا 1 جرام بروتين. تمام، فمشان هيك الاكل المعتدل المنظم، ولا ما في شيء مستحيل، يعني انه طيب انا صعب انك تطبقيها بالحياه العمليه. الناس اللي بتعاني من فشل كلوي وبيتعرضوا لغسيل الكلى، يعني بيمروا بتجربة كتير صعبة سواء كانت ماديا أو جسديا أو نفسيا، هل اليوم الغسيل الكلوي ممكن يأثر على باقي أعضاء الجسم؟ هلا أول شيء أنا ما بحب تعبير غسيل كلي، نحن ما بنغسل الكلى، نحن بننقي الدم من السموم بسبب عجز الكلى عن إطراح هذه المواد. إذا نحن قدام حالة في فشل كلوي، قصور كلوي، مضطر نحط المريض على مكينة ونعمل جلسات تنقية الدم. إذا هو الغاية تنظيف الدم. هلا في عنا مرضى صار لها 20 25 سنة على جلسات تنقية الدم وهي حية قرصة يعني. بس الكلية إلى كذا وظيفة، من بينات الوظائف الهرمونية، يعني هي مسؤولة على تنظيم مثل فقر الدم، هي اللي بتبعت مادة هرمون اسمه إريتروبويتين لنقي العظم لتوليد كريات حمض، مسؤولة على استخلاب الكلس، مسؤولة على تنظيم ضغط شرياني مثل ما قلنا، وكثير شغلات. فهي لما الكليه الصناعيه هي ما بتستطيع تأمنها. اليوم نسمع بغسيل الكلى مو زراعه الكلى، ليش؟ شو السبب؟ الكليه الصناعيه هي فالكليه الصناعيه هي غايتها المحافظه على حياه المريض ريثما يتم عمليه زرع كليه. ليه؟ لانه الكليه الصناعيه بتنظم موضوع سوائل الجسم، بتنظم درجه الحموضه بالجسم، السوائل الزايده المريض ما قدران يبول لانه بوقف البول عند مريض قصور كلوي هي بتسحبها، وانما لا تستطيع تقديم الوظيفه الهرمونيه، يعني لازم تلاقي انت مريض القصور الكلوي اللي على التنقيه الدمويه عنده فقر دم، عنده اضطراب بالكلس، عنده اضطراب بالفوسفور، عنده اضطراب بضغط الشريان. اذا هي القطاع او هالناحيه الهرمونيه المهمه جدا الكليه الصناعيه لا تستطيع تقديمها. مشان هيك نحن صرنا نعتبر هلا الكليه الصناعيه مرحله انتقاليه ما بين المرض والزرع. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم مثل ما حكيت حضرتك بالبدايه، في عوامل كثير مؤهبه للاصابه بالقصور الكلوي، ويمكن من بعض هي العوامل هي السن وايضا الامراض اللي هي المزمنه مثل ما بنعرف امراض القلب وامراض السكري. اليوم قديش نحن بحاجه لتوازن العلاج ودائما استشاره، يعني بنعرف مثلا مريض القلب ممكن الطبيب يوصف له مدير بولي، فهو بيقول لا انا مدير بولي متعود انه مريض الكليه طبيب الكليه يوصف لي اياه. خلينا نحكي عن الخطط العلاجيه اللي لازم تكون متكامله. هو الحقيقه اي يعني علاقه علاجيه بين الاطباء والمريض لازم تكون مدروسه، يعني وتكون الاستشارات مبكره، مو بس المريض يصير يدخل باختلاطات. مثلا حضرتك هلا ذكرتي عن المدرات البوليه، في كذا مجموعه من المدرات البوليه، في منها مضاد استطباب قطعي ينعطى اذا في قصور كلوي، في منها بدنا ننتبه انه بيطرح ملح ما بيطرح مي اذا مريض، في منه بيطرح مي اكثر ما يطرح ملح، كل حاله تفترض نوع من المضر، ولذلك بده يكون دائما في تنسيق نحن بيننا
بيننا وبين أطباء القلب، حتى بيننا وبين أطباء الهضمية لما عند مرضى تشمع الكبد اللي بيصير عندهم مشاكل حبن وسوائل بالجسم، هدول كمان بيكون في تنسيق كبير معهم. وحتى من ناحية تانية مع أطباء نسائية كمان، أنت دخلتي بموضوع المدرات، هذا موضوع لازم نعمله حلقة لحاله لأنه كثير مركب ومعقد أكيد. نحن اليوم أخذنا هيك قسط من المعلومات عن هذا الموضوع. بدنا نشكرك دكتور بشار على كل المعلومات اللي قدمت لنا. بس بدي ألفت نظر شغلة صغيرة، إنه مثلا يوم بيجي مريض بيطلبوا له طبقي محوري مع حقن، بيروح على الطبيب فرجية بيقول له هاي الصورة مو ناجحة بدنا نعيدها. صورة طبقي محوري للبطن تعادل 300 صورة صدر، والمادة الزليلة اللي بياخدها مادة شديدة سمية. إذا كانت كلية فيها مشاكل، إذا الكلية طبيعية أوكي ما في مشكلة. فبدنا ندير بالنا لهالقصص، تكرار الإجراءات الطبية اللي ممكن تحمل بطياطة مخاطر. مشاكل نبعد عنها. أكيد. شكرا، ندير بالنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، نتمنى السلامة للجميع والوقاية خير من العلاج إن شاء الله دائما. شكرا لك دكتور. فالما صار الوقت لحتى ننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية مع الزميلة بشرة، مع الزميلة شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير هايدي. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 1000 دونمات من الأراضي الفلسطينية الزراعية قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عقربة جنوب شرق المدينة واستولت على 1000 دونمات من الأراضي الفلسطينيين لتوسيع عمليات الاستيطان في المنطقة. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس عند 6 مساء بالتوقيت المحلي وسط إقبال ضعيف من الناخبين لم يتجاوز 10%. نسبة الإقبال الضعيف أكدها رئيس الهيئة المشرفة على الاقتراع فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقد قبيل إقفال صناديق بقليل. ويتجاوز العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 9 ملايين ناخب. اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عناصر خلية قامت بعمليات تخريبية أثناء أحداث الشغب التي شهدتها منطقة فرديس قرب مدينة كرج غرب طهران. وأفادت العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري بمحافظة البرز في بيان بأن الخلية المقبوض عليها ضالعة في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة فرديس، حيث تم اعتقال عناصرها وضبط كميات من الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف في سيارة كان يستخدمها هذه العناصر في أعمال الشغب. وفي خبرنا الأخير، أكدت الدفاع الروسي أن قواتها حققت الأهداف التي حددتها لضربة مكثفة بالأسلحة أو بأسلحة عالية الدقة التي استهدفت أمس مواقع القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة في أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسي أن كافة الأهداف تمت إصابتها، مما أدى إلى إحباط عمليات لنقل الأسلحة والذخائر أجنبية الصنع ومنع تقدم الاحتياطات الأوكرانية إلى مناطق القتال وتوقف عمل المؤسسات الأوكرانية لإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة. ختام الموجز، والآن عودة إليك هايدي. شكرا شيرين. أما هلأ سلمى لوين بنروح؟ ما هلأ رح نروح لفقرة تانية. بتعرفي هايدي يعني بظل هاي الظروف كلياتنا مندور كيف فينا نشحن الطاقة الإيجابية اللي موجودة عنا، وبنعرف إنه الأشخاص اللي بيمتلكوا طاقات سلبية فهي بتأثر على كل حياتهم، حتى بتأدي إنه يكون في عندهم سلوك عدواني أحياناً، عدم تقبل لأي مشكلة ولو كانت صغيرة عم بتصير. فدائماً بنقول خلي عنا شوية طاقة إيجابية. طب كيف بده يصير عنا طاقة إيجابية؟ صحيح سلمى، اليوم يعني أي إنسان بيحمل بداخله طاقة ممكن تكون إيجابية أو سلبية حسب يعني الموقف. ومثل ما ذكرتي بالبداية إنه الظروف اللي عم نمر فيها اليوم هي اللي بتخلينا نفكر صحيح. بطريقة إيجابية أكثر ونتوجه للعطاء. لهيك اليوم مشاهدينا رح نحكي مع الأستاذة سلوى عرنوس وهي الاختصاصية بالتنمية البشرية
لنعرف أكثر عن طاقة المحبة والعطاء. يسعد صباحك. صباحك، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك سلوى. بداية خلينا نقول كيف فينا نشوف النقطة الإيجابية تماما بوسط كل شيء ممكن صعوبات وظروف صعبة عم بنمر فيها. هلأ أول شيء لازم نركز على موضوع كتير مهم، أنه نحن بظل هالظروف وبظل هالوقت اللي عم نعيشه، بدل ما نكون إنسانيين أكثر، في قسم كتير كبير من الناس وقعت بهاوية التذمر والألم، وكأننا عم نتشرد من الإنسانية. بلشنا ندور عن الحب، يعني نقول أن الحب شيء مهم بالحياة والعطاء. الموضوع مرتبط بالأمان، كتير ناس صار تحس بالأمان بأنها تتمسك بأي شيء عندها، صار فيه بخل، صار فيه عدم عطاء، ونسينا أن العطاء هو قانون كوني. يعني أنا بدي حب بعطي حب، أنا بدي سعادة بعطي سعادة، أنا بدي لاقي بالحياة مثلاً مال بعطي مال. ففي شيء اسمه الدورة الكاملة للعطاء، بتدخل بالجذب، بجذب لحياتي أشياء جميلة جداً. ولكن إذا أنا بظل هالظروف أصبحت قاسي وبخيل ولا أعطي ولا أحب وأقصو، فأنا رح أوقع بدائرة التعب ووقع رفعاتي واللي حوالي والناس اللي حوالي. طب أنا عم شوف ناس سلبيين، كيف بتعامل معهم؟ بالدرجة الأولى بركز على الإيجابي اللي جواتي، وبالدرجة الأولى ما بحاول إنه هذا الإنسان اللي عم يسيء، ببعد عن الناس السلبيين، بس دائما لازم حافظ على إنسانيتي بالدرجة الأولى. فالعطاء شيء أساسي، ما فيها الأمة تعطي أولادها، ما فيها الأمة تعطي زوجها، ما في زوج ما يعطي أولاده، ما فينا منحب، ما فينا نشتغل إذا ما منحب. فمن هي النقطة بدنا ننطلق. طيب أستاذة سلوى، اليوم أي إنسان مثل ما بنعرف إذا ما كان نبني تفكيره على الطاقة الإيجابية، على التفاؤل والأمل ببكرة، نقول إنه هو شخص محبط، شخص ما عنده هدف بالحياة. يعني إحنا طبعا بدون الطاقة ولا شيء. شو بتأثر اليوم الطاقة على حياتنا الشخصية وحتى طبعاً العملية؟ كتير أشخاص ما كان عندهم بناء شخصية صحيح، فوقت بتصير الظروف صعبة عليه بيدخل بدائرة التذمر والرفض. شو الحل؟ الحل إنه هو يستوعب الرفض والتذمر ما رح يلاقي حل. بس انت مو دائما ممكن يستوعب. هي الفكرة، احنا هي مشكلتنا إنه الناس بتصير طول الوقت عم تحط نفسها بهي الدائرة الغلط. الناس طول الوقت بتحكي عن التعب، عن إن هي معصبة، عن إن هي متذمرة. عدي مع شخص طول الوقت عم يشكي، شو بصير؟ تحسي بوجع بكتافة، تحسي بتقل من حديثه، بتحسي إن الدنيا سودة. طب إذا أنت حكيتي نكتة وضحكتي، وين المشكلة إنك تنقلي هالطاقة؟ إذا أنا اللي ببتسم بوشك لا شعورين حتبتسمي، صحيح، واللي جنبك حتبتسم، هي معدية. يعني نسأل حالنا سؤال إنه نحن حنعيش، يعني لازم نعيشها بنكات؟ ما فينا نعيشها بسعادة. بس يمكن الطاقة السلبية بتعدي أكثر من إنه الطاقة الإيجابية. السلبي بيسحب، الإيجابي صعب لأنه تردد عالي، فهو اعتياد. دائما مشكلتنا هون طريقة تفكيرنا. لهيك كل ما لقيتي حدا إيجابي تواصلي معه. الخروج للطبيعة بيساعد، الاستيقاظ بالوقت الباكر كتير بيساعد، إني نام بالفترة الليل نوم منيح كمان بيساعد. وهون بدي أسألك سلوى، نحن دائما بنقول خلينا نفرغ أي شيء جواتنا سلبي بشيء يخليه يريحنا، يعني ما نكبت المشكلة، لا خلينا نخلصها بوقتها، لأنه تراكم القصص مع الوقت باللا شعور بيخلي الشخص قدام أي مشكلة صغيرة ممكن ينفجر باللي قدامه. هذا التفريغ طرق الصحيحة له، يعني أنا اليوم لمين بحكي، وطريقة الحكي أو الفضفضة مثل ما بيقولوا، كيف الفضفض، إيمت بيكون هذا الشيء مفيد وإيمت بيكون لا ما أنا مفيد. تمام. أول شيء الناس ما بتفرغ، بتعاني، يعني بتعب، بتقلك ليش صار معي هيك؟ تستجر المشكلة مثل ما بيقولوا. ليش صار معي هيك؟ طب ليش أنا بالذات؟ ليش فلانة هيك؟ هون هي ما فرغت. والله أنا ما عملت شيء لحتى يصير معي هيك. هي جملة كتير نسمع. في طرق كتير حلوة اسمها سيدونا، نفرغ مشاعرنا السلبية. بنجيب ورق أبيض، قلم أسود، أعتبر حالي إنه عم بحكي لحالي شو صار، سبي واحكي وضلي عم تحكي ورجعي عيد الكتابة. والله في كتير ناس تضحك علينا وقد بنقول لهم هذا الحكي وإلى أثار إيجابي. وثالث مرة بعدين مسقي الورق. ليش؟ العقل الباطن بيستوعب إنك أنت حذفتي هاي اللحظات من حياتك، بس أنت فرغتيها بدون ما تقولي شو حتقول عني اللي قدامي.
لما حكت لا صح هي النقطة شو نزرة. طيب استاذة سلوى، اليوم بيقولوا لنا انه ما تقعد مع الاشخاص السلبيين المحبطين، ما تحتك فيهم، بس نحن اليوم بحياتنا يعني سلمى بنمر باشخاص ممكن ما بنعرف شو انه اذا عن جد عندهم طاقة سلبية، انا اليوم كيف بدي اعرف انه هذا الشخص يحمل طاقة سلبية؟ شو الكاريزما؟ شو الصفات يلي لازم تكون موجودة عنده؟ لمجرد وجودي بمكان بيكون في اشخاص عم يشتكوا طول الوقت بصمت، سكر على تمام، سكر طاقتي ما بيقولوا، وبعدين بحاول اني فوت معهم بالحديث، هذا الشيء كثير بيساعد. طيب كمان خلينا يعني في فكره قالتها هايدي، اليوم الشخص بحاول للاسف يدور على النتيجه بالشخص اللي قدامه قبل ما يدور عليها بنفسه، انه انا رح يصير معي هيك اذا قعدت مع فلان لانه فلان هيك، او احيانا كثير بنسمع انه مين صبحت اليوم؟ صبحت بفلان، فكله تعركس بوشي، كله بيأثر، لازم غير، فبصير باللاشعور نحن بنجذب هاي الطاقة السلبية، أو أحيانا بنوصمهم للأشخاص، هذا الشخص عينه ما حلوة، هذا الشخص عينه ضيقة، هذا إذا شفته بتعكر مزاجي، هذا لطيف كذا، هذا الشيء صح؟ خلينا نقول إنه كل الأشخاص اللي نحن بنلتقى فيهم ما له صدفة، ما له صدفة، يعني لرسالة. فكل شخص نلتقى فيه هو مرتبط فينا طاقيا بشيء معين وبمعنى معين. فالفكرة انه انا بشوف الشيء الموجود فيني بالاخر، بشوف السلبي اللي فعلا هو موجود ولو بجزء بسيط داخلي. كل ما كنت ايجابية فعلا راح شوف الايجابي فعلا. طيب اليوم استاذه بظل الظروف الصعبه اللي عم نمر فيها، اكيد نحن اشخاص يعني محبطين جسديا ونفسيا، فاليوم يعني كيف انا بدي ارفع من طاقتي اذا الوسط اللي جنبي ما بيساعدني، حتى يمكن حالي ما تساعدني بهذا الموضوع، كيف بقدر ارفع طاقتي اليوم؟ نحن بدينا الحلقه بانه نكون معطائين. اللي عطاء طاقه تعود لنا مهما كان الوسط سيء، مهما كان الوسط سيء. انت هلا معصبه وانا قدمت لك شيء حلو ودائما عم بكون انا ايجابيه معك لا شعوريا، حتصيري تقولي لي انت بتعملي شيء ايجابي بحياتي، صحيح بتاثري علي بشكل ايجابي اكثر. ممكن يكون العطاء بشغلات بسيطه، الصبح نكتب رساله حلوه بكلمه بابتسامه لكل الاشخاص اللي بنعرفهم، انا بعمل هاي الطريقه يوميا. فاحد الصديقات كتبت لي صرت انتظر رسالتك لانها صارت تعطيني طاقه ايجابيه. حلو. الاهتمام كل الناس بتحبه، نحن بطلنا نهتم ببعض، صحيح. بطلنا نحس ببعض، ونحن هذا الشيء محتاجينه. صحيح، ونحن دائما بنقول كل ما زادت بيناتنا العلاقات وزادت الرحمة وزادت المحبة يمكن كثير أمور بتتغير. هلا بهذا الوقت اللي نحن فيه، هذا شهر أعياد عيد الميلاد ورأس السنة طبعاً. شهر مثل ما بيقولوا شهر الفرح، اليوم عم نشوف كثير ناس يمكن الظروف المادية صعبة، ما فينا ننكر هذا الشيء على الكل طبعاً. هلا عم شوف حدا بينزل يتصور جنب شجره بالشارع، قد ايه هي تصرفات بسيطه بس قد ايه بتعطيه فرح. يعني بس الواحد يشوف ولد صغير مبسوط بهي الصوره، يشوف قد ايه في تصرفات صغيره نحن بنجهل هي قد ايه لها قيمه فعلا، ممكن تساعدنا نفسيا على الاقل. كثير حلو انه نسمح بطاقه الفرح انها تزيد، نشارك غيرنا بالافراح، نساعد غيرنا انه يكون فرحان، فهي عطاء. طيب استاذ اليوم يعني الاشخاص اللي بيمروا بفتره صعبه بفتره نفسيه معينه بتلاقيهم هيك بيلجؤوا للامور الروحانيه، اذا فينا نقول مثل قراءه القران او الصلاه او اتباع اي طقوس دينيه معينه، قديش اليوم هذا الشيء بيساعد يعني بياثر على طاقتنا؟ اكيد نحن جسد روح عاطفه، فاكيد نحن بحاجه للتواصل الروحي. اكيد أكثر شيء ممكن يأثر على طاقتنا هذا الموضوع بالذكر، الصلاة، المديتيشن، لأنه بيعطي صمت وهدوء، بيعطي هدوء وراحة للنفس. طيب خلينا كمان هيك ولو سريعا ناخذ بعض الأساليب اللي أنت بتنصحي فيها دائما حتى الواحد يزيد سيطرته أو كنترولو على نفسه وعلى أعصابه. خلينا نقول أول شيء كثير مهم إنك تكون محب لكل شيء، وتكون انت من داخلك مؤمن انه ما في شيء بيستمر للاخر، يعني ما في حزن حيستمر للاخر. صحيح. ما في انسان بضل مريض، ما في انسان بضل فقير، كل شيء قابل للتغيير. فدائما لا تفقد الامل، وناخذ الشغله باستهزاء،
لأنه إذا بدنا ناخذها باستهزاء شو بدنا نقول لك عضي قاس؟ أكيد ما لازم تفقد الأمل. من حقك إنك تحلم، من حقك إنك تحب، من حقك إنك تعيش حياتك بمشاعرك الإنسانية الحقيقية. كتير شغلات مرت بحياتنا توقعنا إنها ما تتغير، لكن بالنهاية تغيرت. أهم أساليب إنه أنا أتواصل مع الناس اللي بحبهم، شوف الطبيعة، النوم بكير، قد ما فيني إيماني بالله سبحانه وتعالى بده يكون كتير قوي، لأنه الإيمان بالله بيعطيك قوة. الله سبحانه وتعالى بيعطينا قوة. صحيح. ما فينا نفقد الأمل. يعني ولا تقنطوا من رحمة الله. أكيد. طيب شو في هيك لسه كمان عادات يومية هيك ممكن نعملها ببيتنا حتى نرفع من معنوياتنا أكثر وهيك نكفي نهارنا ونحن رايقين؟ شو هي؟ يمكن خلينا نقول أجمل عادة أن نبتسم. ابتسامة. لو كل حدا فينا يتعود هالعادة كثير قصص بيخلص منها. هي الابتسامة اللي حتلاقيها بسيطة بس ما الكل مطبقها، مفتاح كل شيء الابتسامة. صحيح. كمان بنسمع هيك بعض الجمل اللي هي موجودة بموروثنا وبحياتنا، بيقولوا لك العتاب بيغسل القلوب أو العتب على قد المحبة، مع أنه نحن هلأ ونحن عم نحكي عم نقول أنه ما نبلش وقتنا نعالج المشكلة نقول أنت هيك سويت وأنا هيك سويت، أنت هيك سويت وأنت، فشو؟ خلينا نقول أنه نحن لازم نتعلم ثقافة جديدة، نتقبل الآخر. مو كل حدا مصدفه بده يكون مثلنا ومثل تفكيرنا، لهيك نحن منفوت بالعتاب. فيني اختصر الشغلات اللي بتزعجني بس بدون ما عاتب واعمل مشكله. في اشخاص بيجوا لعندك بدون اتصال. صحيح. عادي بتزعجك وكثير تتضايقي منها مثلا. طبعا بقول انه أوكي. هذا الشيء مو يعني العتب مو بروتوكول تعامل، يعني العتب عم يزعج فما كنتي فاضي لا تفتحي، يعني فيك تلاقي حلول، لكن ما فيك كل شغله تعاتبي عليها، لانه الاشخاص هلا صاروا بوقت احيانا انت ما عم تعرفي، ما عم تلاقي تفسير لتصرفاتهم، فبدنا نكون كثير يعني عندنا هالاستيعاب. طيب استاذ سلو، هيك بالنهايه نصائح لك للاشخاص هيك اللي حابين يرفعوا من طاقتهم المعنويه. حلو. خلينا نقول شغله مهمه، نحن بالوقت الحالي اللي نحن عايشينه انت بحاجه كثير كبيره انه نستوعب انه كل شيء بنحبه نقدمه ويكون عندنا هاي العطاء. كثير مهم انه ما اسمح لنفسي اني اوقع باليأس ولا اكون سبب بيأس الاخر. يعني اذا لقيت حدا كثير مبسوط ما في داعي اتمألس عليه او اسخر منه او اقول له انك انت ما حتستمر بهالحياه السعيده. ما في داعي ابدا اني اكون سبب باحباط الاخر ولا اني طول الوقت، لان احنا صاير فينا لان كل الناس عم تنتقد بعض. صحيح. وهذا النقد عم يأثر سلبيا بشكل كتير كبير. مثلا ممكن ينتقدوا واحدة انه هلأ ما صبغت شعرها ويروح من باله انه هلأ ظروفها ما عم تسمح لها. فكتير مهم انه نحن ما ننتقد بعض، نرحم بعض. كيف يعني نرحم بعض؟ وصلت العالم لفكرة اذا ضيف اجا لعندهم اكيد جاي يتدفى. شوفي كيف تفكيرنا تغير، ما عدنا نقول مثلا نحن قدي بخير انه نحن هذا الشخص قعد عنا هالساعة ودفع عنا قد إلنا ثواب. كثير مهم هاي النقطة. كثير حلو إنك أحيانا الحكي بيكون ثقيل تتبادل الأكل. كثير حلو إنه حدا يجي لعندك وتكوني لما بتكوني عم تساوي قهوة هذا نصيبه إنه إجا لعندك. للأسف صرنا هلأ بوقت يلا نفسي وما دخلني. صرنا بوقت صرنا بوقت نحكي بالمادة بطريقة مقززة. ما كنا هيك. لا طبعا نحن المادة مؤثرة بحياتنا بس مو نحكي فيها بهالطريقة، مو شيء أساسي. طبعا كنا كتير لما نفوت نحن ورفقاتنا على كافية أو شيء، لا ما أنت بتدفعي، لا والله ما بتدفعي، هلأ صرنا زيادة مادية. يعني حلو إذا أنا بقدر أرسم ابتسامة على صديقتي مو غلط، بقدر أني ساعدها بشيء مو غلط. حلو أنه نتعاون ونساعد بعض. أكيد كلنا تعبانين ولكن العطاء طاقة متبادلة، والعطاء هو أكثر شيء قالوا عنه الفلاسفة بسبب السعادة. إنه اكتشف إنه الإنسان وقت بيموت ما بيندم غير إنه ليش ما حضن أولاده؟ ليش ما زرت أخي؟ ليش ما قطيت وقت لأصدقائي؟ أشياء بسيطة. صحيح. فهو بيندم على العطاء العاطفي. لازم نقول هلأ قول كلمة بحبك للي بتحبه، كون جريء، كون واثق بحالك، حاول انك تكون محب. لما بتكون عم وقت توقف على المواصلات والناس عم تقاتل،
واحيانا بيدفشوا واحده كبيره او بيدفشوا رجل كبير. خليك انسان، ما عليه تاخر شوي بس مو تشوف التيار الفوضوي ماشي تروح تغري بالتيار. خليك واقف، انت هلا واقف بصيروا ثلاثه واربعه وخمسه. هذا الشيء عم بيزيد على مواقع التواصل الاجتماعي هلا صارت تمام. هي مساحه لتزيد هي الفوضى حتى بالاضطرابات الاخلاق. خلينا نرفع الطاقه. حلو تعلمي ابنك انه اذا طلعت ست كبيره على السرفيس مو تدفشها، لانه انت لازم توصل بكير على المدرسه. كثير مخجل صح، لانه صارت خلينا نقول حاجاتنا الماديه اهم من اخلاقنا، وهي نقطه خطيره بالمجتمع. نحن مارين بظرف صعب ما فينا ننكره، ولكن هذا الظرف صعب ليس مبررا للتخلي عن الاخلاق. الخلوق خلوق طبعا. الحرب تصنع حكيما وتصنع مجرما. خلوق بالفطره كمان. الحرب معروفه تصنع حكيما وتصنع مجرما. كن حكيما او كون يا اخي مالك سبب بمشاكل. فالفكره انه نحن كمان بالمجتمع خمسه سته كل حدا يعمل مثل جروب انه يساعد يكون معطاء، بتخف هالفوضى. صحيح. بتخف بشكل كتير كبير. يعني العطاء مو بس أنا كأشخاص، حلو العطاء حتى كتجار مبادرات عطائية. حلو تساعد غيرك، ما لا غلط ولا أنا شي سيء. حلو نبادر، حلو نعرف إنه اثنين رح يتزوجوا ظروفنا جيدة نعطيهم. حلو نعبر إنه نحن مبسوطين تماماً حابين حسب كل واحد قدرته. قدرته أنا ما قلت أبداً. هلأ ممكن يكون عطائك ابتسامي إنك انتي عم تبتسمي بجارتك، ممكن يكون عطائك انه جارتك مضطرة بدها تاخذ ابنها على الدكتور وانت بالبيت وابنها الثانية اللي حطي عندي، هذا عطاء، هي مساعدة مو غلط ابدا. ممكن تكون خلصت قنينة الغاز عندها وعم تشرب قهوة، انت غلطي لها القهوة كمان مو غلط. انا ما عم اقول لك والله انه انت تستنزفي، بس انا عم اقول لك انه نحن لازم نرجع نكون انسانيين. ما فينا نطلع من هالدائرة السوداء اللي نحن وقعنا فيها بدون ما نكون محبين لبعض بمعنى كلمة محبين. شارك فرح الآخر، انبسط إذا لقيت اثنين مبسوطين، افرح لعيد ميلاد فلان، افرح بفرح فلان، اشعر بهي المشاعر، كون إيجابي. صدقيني ممكن تطلعي ببلوزة عندك ياها قديمة وانت مبسوطة لأنك شعرة بالسعادة، بس إذا هذا بده ينتقدك وهذا بده يحكي حياتك ما عادت إيجابية. فبالدرجة الأولى نقول خلينا نكون معطائين إنساني، خلي يكون عنا محبة، محبة للإنسان. ما في داعي مثلا، انا كثير بلاحظ خاصه عنا بالانترنت يعني شيء مرعب بصفحات التواصل، فلانه لابسه ما بعرف شو، فلان مدري شو، ليه عم نعمل طاقه سلبيه على بعض؟ ليه عم نسلط ضوء بطريقه انه نقلل من قيمه الاخر؟ ليش ما نسلط ضوء انه حلو نعطي، حلو نعمل، نرفع بنزيد هالطاقة الإيجابية. طيب أستاذة نسبة المتعلمين كبيرة. تمام أستاذة، خطر لي أسألك اليوم، علماء الفلك اليوم سلمى كثير ممكن يأثروا على طاقتنا. حلو. يعني مثلا ممكن يقول لك إنه برج الكذا عنده اليوم ضغوطات، عنده مشاكل. حلو. بلا شعور أنا مثلا أتأثر، فقديش اليوم ممكن يأثروا علينا؟ هلا علم الفلك هو علم ما فينا ننكر وجوده، بس كثير له تأثير. والكواكب تؤثر. أنت 70% من جسدك ماء فبتتأثري. ولكن لما بقول لك مثلا كوكب المشتري عم يعطيكي فرصة حظ اغتنميها، لما عم يقول لك زحل عندك لحتى مثلا ممكن يصير عندك شوية عراقيل، ما في داعي أنا دغري فوت بالفوبيا. ممكن أنا أقول مثلا هي الفترة، إذا أنا بدي تابع هي الفترة ما لها مناسبة لخطوة تعتمد على الحظ. الفكرة أنه أنا كيف بتلقى. يعني هلأ مثلا مثل ما قلتي، فقت الصبح التقيت بشخص صار معي شغلة، يا الله شو وشه نحس. انت اعطيتي رابط لدماغك، كل ما تشوفي هالشخص يصير عندك يصير معي شيء. دماغك بيحفظ، اعطيته اشاره. تمام. دماغنا باللاوعي ما بيفرق بين الحقيقه والكذب. يعني اذا انت كل يوم قبل ما تنامي، هي كمان تمرين، قبل ما تنامي بالليل تحكي مع حالك، انا رائعه ناجحه، في بكير على شغلي، روح على شغلي بكل رواق، حلاقي مواصلات بسرعة، كل أموري حتمشي بسرعة. هذا التلقين للعقل اللاواعي بيساعد كتير. كل ما لقنت نفسي، ولكن أنا دائما بحط حالي بدائرة أنه يعني نظرا للظروف اللي مريت فيها، مثلا بتقول واحدة كل مرة كل شخص بمر بحياتي كذاب، أنت ما خليتي كذاب ما إجا لعندك. من الفكرة
الفكرة أنه نحن نطلع من هالدائرة. وبرجع وبقول لك هو تدريب وتمرين، ولكن لو بلشتي شوي حتلاقي ناس حواليك إيجابيين. يعني حقول لك فكرة صغيرة، من 3 أيام كنت بالمواصلات ودور واستنى تاكسي كذا، المهم بالآخر لقيت من كتر ما له عجقة قطعت المكان اللي أنا بدي أنزل فيه. قلت يلا بسيطة، مو مشكلة، عم قلها للي بجنبي، عم قلت لي مو معقول شو رايقة، قلت لها يعني خلص شو خربت الدنيا، عايشين بهالحياة معقول عيشة بنكر؟ هي عايشة عايشة رايقة أو نكر، خليني عايشة رايقة. صحيح. الفكرة أنت فيك ترسمي ابتسامة من شغلات كتير بسيطة، صح، تفرحي من أي شيء، وفيكي من شغلة بتفرح تعملي حزن سهل الدوري على السلبي. هي طريقة تفكير نحن ما تعودنا عليها، عرفتي شو الفكرة؟ أكيد. لهيك اليوم نحن كنا سعيدين أكيد فيكي سلوى وعافية، سلامة قلبك، وشكرا على الطاقة الإيجابية اللي دائما بتمنحيها لصباحك. شكرا كثير لك أستاذة سلوى، نورتينا صباحك حبيبتي. ما هلأ هايدي رح نروح لمحطتنا التالية، ومن العراق 30 دار نشر سوري شارك بمعرض العراق الدولي للكتاب اللي حمل بدورته اسم دورة هادي العلوي المفكر العراقي اللي عشق سوريا وعاش فيها وتوفي فيها. خلينا نأخذ تفاصيل أكثر عن المشاركة السورية بالتقرير التالي. 30 دار نشر سورية تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب دورة هادي العلوي المفكر العراقي الذي عشق سوريا وعاش ومات ودفن فيها. 440 دار نشر عربية وأجنبية تشارك في المعرض الذي افتتحه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، ويسهم في فعالياته مفكرون وأدباء عرب وأجانب، منهم المفكر السوري فراس السواح. المشاركة السورية مثلت علامة فارقة في المعرض لحداثة إصداراتها في ميادين الثقافة والفكر والأدب والتاريخ والفن والفلسفة وغيرها. الشعب السوري شعب مثقف، شعب حي، شعب خلاق. يعني أنا سعيد من أشوف حقيقة الوجود السوري هنا أيضا، والمثقفين جتنا جالية سوريا، يفترض أن نعتني بهم مثل ما اعتنوا أكثر من 1,000,000 عراقي هناك راحوا السوريا استقبلوهم. سوريا والعراق هي يعني ذات هموم مشتركة، والسوريون هم أقرب للعراقيون، لذلك الهم السوري هو هم عراقي. وبدأت سوريا تتعافى حقيقة، لا سيما العنوانات التي نشاهدها الآن. يعني المعرض السابق يختلف المعرض اليوم نوعيا عن المعرض السابق، وهذا يدل على النتاج الرائع والثري والمعروف عن سوريا والمعروف عن الثقافة السورية الرائعة والمؤسسة للثقافة العربية. المثقفون والمواطنون العراقيون أقبلوا بشكل واسع على اقتناء معروضات الأجنحة السورية لرصانتها وصناعتها المدهشة، مؤكدين أن الثقافة السورية مؤسسة أولى للثقافة العربية. الناشرون السوريون شددوا على أن وحدة الثقافة السورية والعراقية هو العامل الأساس في الإقبال الجماهيري على معروضاتهم. الرسالة هي قوة الإرادة للشعب السوري وللمنظومة السورية بشكل كامل. يعني الحمد لله، يعني نحن رغم كل الظروف إن شاء الله رح نضل نشارك ورح نضل ننتج الكتاب والعلم إن شاء الله نوصله لكل أنحاء العالم إن شاء الله. حالة صحية بالنسبة لسوريا اللي طالعة من أو بعدها بالحرب، ما لسه ما طلعت، يعني إن شاء الله بتنتهي الحرب وبنخلص كلياتنا، لكن هذا أمر كتير صحي، كتير مؤشر لحالة صحية. سوريا بلشت تقوم الثقافة، يعني بناء الإنسان أمر كتير مهم، يعني أهم من بناء الحجر أكيد، لأنه الإنسان هو اللي بيبني البلد بالنهاية وهو المعول عليه بعد الحروب. فأكيد مشاركة كتير كتير مهمة، والعراق الشعب القارئ يعني واللي بيستقبل والمحب لسوريا واللي هو مع سوريا من بداية الحرب لحد الآن. المعرض الذي يستمر حتى 17 من الشهر الحالي يعرض 800,000 نسخة لمئات العناوين حديثة الإصدار، وتبقى سوريا مبدعة أينما حلت بمشاركتها بعشرات دور الطباعة والنشر والترجمة في معرض العراق الدولي للكتاب في بغداد. سيف عبد الخالق، الإخبارية السورية، بغداد. أما
سلمى رح ننتقل للطموح والإرادة مع الشاب أسامة هلال من ذوي الهمم يلي استطاع من خلال إصراره وثقته بنفسه أنه يتجاوز إعاقته ويكفي مسيرته الدراسية ويحصل على إجازة باللغة العربية من جامعة دمشق. تفاصيل أكثر مع الزميلة شام حمدان. أسامة هلال شاب من ذوي الهمم استطاع من خلال إصراره وثقته بنفسه ودعم الأهل والأصدقاء والمجتمع أن يتجاوز إعاقته ويكمل دراسته وأن يحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، لكن إصراره وطموحه لم يتوقف هنا، بل استطاع أن يطور برنامج لتعليم اللغة العربية بطريقة سهلة وأسلوب جميل. هو عبارة عن شرائح معروضة عن طريق الباوربوينت. هذه الشرائح هي دروس ممنهجي بشكل متكامل، معروض فيها قواعد بشكل ملون مع أمثلة بسيطة، بتقدم شرح بسيط للقاعدة عن طريق هذا الشيء. مرحلة التعليم الأساسي خلق نوع من التشويق أو الرغبة برؤية هذه الشرائح. ذوي الإعاقة هم شريحة موجودة في المجتمع، ويتوجب على المجتمع الأهلي تقبل هذه الشريحة. الأستاذ أسامة هي حالة مميزة، نحن مقدمة نموذج للآخرين. لا يسمع الإرادي دائما الأستاذ أسامة بيطلع معنا جولات، من بيشوفوا الطلاب بيتعامل معهم بشكل أخلاقي جيد. عملنا نحن وياه دورة مجانية وكانت ناجحة، إجوا الطلاب وتلقوا التعليم، أنا أعطيت رياضيات هو أعطى عربي، فكان الأسلوب اللي مبتكره من خلال الكمبيوتر والشرائح المعروضة للطلاب أسلوب شيق وحلو، ريحهم من الكتابة، ريحه هو كمان من عناء الشرح أو الكتابة على السبورة. فقادرين إخوتنا ذوي الهمم أن يلاقوا أساليب مبدعة كثيرة لتوصيل الفكرة. دعم الأهل والمجتمع المحلي لذوي الهمم من أهم أسباب نجاحهم وتجاوزهم لمعاناتهم وتفوقهم في مجالات مختلفة، الأمر الذي يتطلب زيادة طرق الدعم للاستفادة من قدراتهم ودمجهم بالمجتمع، الأمر الذي يعود بالفائدة على الجميع. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. أما هلأ هادي رح نروح لفقرتنا الأخيرة، واليوم رح نحكي عن مرض التوحد. معروف أنه مرض التوحد هو أحد الأمراض أو الاضطرابات العصبية اللي بتأدي لمشاكل نمائية وتطورية عند طبعا الشخص المصاب، وفي كتير مشاكل حيرت العلماء بمرض التوحد، حتى أنه البعض بدأ يعمل دراسات على علاقة الغذاء والتغذية الصحيحة بمرض التوحد. صحيح سلمى، وحسب دراسات طبية تبين أنه موضوع علاج التوحد بالغذاء وتغذية مرضى التوحد، وأكيد الحمية إلى كتير دور خاص وكبير بعلاج مرض التوحد، وكان في نتائج إيجابية على هذا الموضوع. لنتعرف أكثر عن علاقة التوحد بالغذاء ودور الغذاء بالشفاء معنا أخصائية التغذية رغداء جبري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني السؤال هيك بيطرح نفسه، معقول التغذية أو الغذاء يكون لها علاقة بعلاج مرض التوحد؟ لنعرف أساس المرض هو مرض مناعي، يعني مناعي مؤثر على الجهاز العصبي، لهيك أنا بدي أشتغل على المناعة. المناعة وقت بدي أرفعها بدي هو الغذاء الأول. التوحد هو ترسب المعادن الثقيلة بالجسم، له أسباب كتير، يعني في كتير علماء يعني صار جدل كتير عليها، بس هو يعني الملخص إنه الزئبق والألمنيوم عندهم ترسب ما بيطرحه الجسم عند هذا الطفل. أسبابه ممكن تكون المبيدات الحشرية، حشوات الأسنان. هلا عالميا اللقاحات انسحبت منها مادة الزئبق لأنه هي فعلا مضرة للأجسام، ممكن تسبب لبعدين مشاكل المواد الكيماوية اللي بمعجون الأسنان أو بالشامبويات أو مستحضرات التجميل. فهي الأسباب يعني نحن قدر الإمكان نحاول إنه نبعد فيها خلال ما قبل الحمل وفترة الحمل، وممكن إنه لا هي مثل سلسلة جينية اتطورت عند الطفل.
نجي بقى هلا انه علاقه الغذاء، نحن بما انه هو مرض مناعي اتفقنا انه هو مرض مناعي، فانا بدي نظف الجسم من هاي السموم، يعني بدي طلع هاي الزئبق والالمنيوم نطلعهم من الجسم حتى تشتغل صح. يعني انا الطفل عم ياكل ما عم يوصل الغذاء صح، حمض المعده بيكون منخفض عنده، ما عم يوصل للسياله العصبيه، تلاقي طفل التوحد هو ما له فهمان هو وين، يعني هن اذكياء جدا بنفس الوقت هن يعني مثل غباش عندهم انه انا وين او شو عم بيصير معي، كثير بحاجه عطف، بحاجه انه انا افهم عليه، كثير بخاف من الاصوات العاليه او حدا يخانقه او حدا يتواصل معه. هلا نحن دائما بنتجه للاسلوب الثاني اللي هو النشاطات اللي بمارسها مع الطفل او المراكز الخاصه لاطفال التوحد، هي كثير صح، بس بالاول انا بدي خليه يعني من جوا صح لحتى يستوعب علي شو عم بيصير بهي التعديل السلوك او النشاطات الثانيه اللي بيساووا له اياها بالمراكز. فنحن المبدا الاول اني انا بدي اخلص الطفل من هي السموم. تمام، ذكرتي بالمقدمه انه التوحد هو مرض عصبي وعرفتي بشكل عام، طب اليوم انا ايمت بعرف انه الطفل مصاب بالتوحد؟ شو هي الاعراض الاسباب يلي ممكن تظهر على الشخص لحتى نعرف انه هو مريض بالتوحد؟ غالبا النطق لو كان موجود جزء بسيط قبل السنتين بعد السنتين بيختفي، لانه كل ما المعادن الثقيله هي عم تترسب عنده السياله العصبيه ما لها شغاله صح، فبتلاقي النطق عندهم صعب او معدوم كثير الحركه، بس هي الحركه في بدنا نفرق بين فرط نشاط حركي او هو توحد. الفرط الحركه مع تكرار الحركه، يعني ممكن انه يضل عم بيدور او يرفرف او في صوت معين يظهره، عصبي جدا جدا لانه هو ما عم يعرف لا يوصل الفكره ولا يفهم انه شو انا بدي شو انت بدك مني، فلهيك بتلاقيه عصبي كثير، النطق عنده مو صح، تكرار الحركه، في عنده مشاكل هضمية، ممكن تكون إمساك، ممكن تقول تكون روائح غريبة جدا ممكن يتعرض لها بسبب هاي التراكمات اللي بالأمعاء أو بالجسم بكل من الزئبق والألمنيوم. هلا كيف أنا بدي خلص هذا الطفل من الزئبق والألمنيوم؟ بدي أمشي معه أني أنا بعد عن المواد الحافظة تماما، بعد عن السكريات، يعني نرجع نكرر دائما انه هو السكر كثير شيء ضار. السكر بالنسبه لطفل التوحد وفرط النشاط الحركي كمان كثير ضار، لانه هو حيزيد له العصبيه عنده. نكتر له من الدهون الصحيه، يعني الدهون الصحيه خليه نحن بعدنا عنه السكريات، فهو غذاء الدماغ حيكون الدهون الصحيه. بدنا ندخل له مثلا الخضار كثير وخصوصي اللي لونه اخضر داكن. ممكن كثير امهات تقول لك انا ابني ما بحب ياكل لا خضره ولا فواكه، طب انا شلون بدي اوصل له المعادن الجيده، بدي اوصل له الفيتامينات؟ انا ممكن اخلط له اياهم على الخلاط، يعني اعمل اي خديعه اني انا اوصل هي المواد بس انه ياخذها. طيب بيختلف العمر ايضا بالحميه الغذائيه، يعني بالتعامل مع طفل التوحد بشكل عام، هل في اعمار معينه لازم اصلا يكون بعض مثل ما بنقول انواع الاغذيه موجوده لتغذيه الجسم بطريقه سليمه؟ فطبعا تختلف ايضا بعمر الطفل اللي بلشنا معه. نحن مجرد ما عرفنا انه هو طفل توحد او طيف توحد نحن حنبلش بالحميه حتى لو عمره سنتين او ثلاثه. وقت عم بيصير خلينا نسميها نظام غذائي وليس حميه، يعني انه نحن ما بدنا نحمي عن شيء، لا عم نعمل نظام غذائي لانه ممكن يستمر معه طول عمره لحتى نحن نضل محافظين على هذا الجسم. وممكن اني انا يعني هي الحميه القاسيه اللي فينا نقولها اني بعده عن الجلوتين من منتجات القمح نهائيا، بعده عن الكازيين موجود بمنتجات البقريه حتى، يعني انا مو مشكلتي اللاكتوز معه، مشكلتي الكازيين، فانا بدي ابعده عن المنتجات البقريه، فبقولوا لي شو صفي ناخذ؟ فنحن ممكن البديل عنه لانه بدي عوضه، يعني الطفل بده كالسيوم، بده كثير امور بدي عوضه فيها، انا ممكن ادخله اذا وجد كثير ممتاز حليب الجمل. حليب الجمل ممكن اعمل له منه الالبان والاجبان وهي اللي ممكن ياخذها. اذا ما تواجد حليب الجمل يعني صعب حسب البيئه المحيطه اللي عندنا نحن صعب شوي، ممكن حليب الماعز،
يعني هدول خاليين من اللاكتيز. بس يمكن الطفل ما يتقبله الكازين. هون بهي الحالة كيف ممكن يعود؟ بدنا نحاول نخدعه، يعني ممكن نضيف له كاكاو خام، ممكن نضيف له يعني أي نكهة هو بيفضلها بس تكون صحية، أني أنا أحاول أدخل له إياها. ممكن أعمل له كوكتيلات، يعني الحليب حط له معه موز، أو حط له معه اليقطين. على فكرة اليقطين العسلي اللي بيجي مدور من جوا لونه أورانج تقريبا، هذا كتير ممتاز، يعني في معادن كتير حلوة، في يعني الكالسيوم حيعوضه، حتى السكريات الصحيحة حياخدها منها، النشويات الصحيحة حياخدها منها، فنحن منكتفي فيه عن النشويات الثانية من بعده قد ما فينا عن القمح. طب شو بده ياخذ هذا الطفل بدال الخبز؟ نحن ممكن نعطيه خبز الذره. خبز الدرم كان في ناس كتير عن جد، في أنا بعرف أهالي عن جد وصلت إنه هي تخبز بالبيت وتساوي لطفلة مشان إنه. وبالنهاية كمان حنرجع نقول الطفل شايف أهله عم يأكله مستحيل ينحمه ما يأكل، يعني فهو البيت كله عنده استنفار، بده يكون إنه أنا خلص الممنوعات ممنوعات، ما حنقرب عليهم. الفواكه حناخدها بس ما حناخدها بشكل مفرط كمان، لأنه هي بالنهاية سكريات ونحن ما بدنا نخليه يكون عصبي. في أطفال مثلاً بتكون ما عندها كتير، ما بتنام كتير، فممكن أنا أتحايل عليهم أني أعطيهم أدهن المخدة أو شوي على رقبتهم أو إيدهم زيت الخزامة، هو كتير بيريح الأعصاب وبيهديها، فممكن أنه يرتاحوا عليها، يريحوا الأهل شوي بفترة النوم. الضوء يعني خلي ضوء الغرفة ما في ضوء وقت النوم، وندهن زيت الخزامة، نحاول قد ما فينا نشربه مثلا ممكن نعنع، المشروبات هي الصحية نشربه إياها، فهو شوي يسترخي. فنحن نركز كتير على موضوع أني أنا ما دخله ألبان وأجبان من مصادر بقرية، ناخدها من الماعز أو الإبل. على فكرة في دول الخليج حتى عملوها على شكل بودرة أو على شكل مبستر حليب الجمل، كتير في فوائد. لأنه منيجي مثلا على الخبز حكينا نحن ممكن نستبدله بخبز الذرة، أو نعود الطفل أنه هو ما يأكل بالخبز نهائيا، يأخذ بالخس ممكن يأكل. نحن بدنا ننظف هذا الجسم، فنحن وقت كل شيء صحي عم فوته، ما في مواد حافظة. في عنا شركة على فكرة هي تقريبا الوحيدة اللي بتصنع منتجات للداء الزلاقي ولهي الأمراض، خالية من الجلوتين، خالية من اللاكتوز، خالية يعني متخصصة بهذا المجال، وهي فعلا جيدة جدا. عندهم خبز درة، عندهم طحين الدرة، بيكون فعلا ما له مخلوط أو ما له يعني حتى خلص موثوقة 100% المواد الحافظة، يعني مثلا رب البندورة لهي الدرجة أنا بدي يكون دقيقة. أي منتج حيكون فيه مواد حافظة، لا أنا يا بدي ساوي على إيدي يا بدي شوف شركة فعلا هي ما عندها مواد حافظة. تمام. بالنسبة الملونات حتى اللي مثلا نشوف السكاكر أو هيك فيها ملونات، هذا الطفل التوحد بعيد تماما عن هذا الحكي. بالنسبه للاطعمه اللي حضرتك ذكرتي انه بتاثر على حركه ونشاط الطفل، يعني اليوم مثلا ايمت ممكن يتوقف الطفل عن الاكل بالليل؟ في فتره معينه، في نوع معين من الاكل ما لازم انه يتوجهوا له بالليل، لازم الاهل ينتبهوا على هذا الموضوع؟ اجمالا بالليل ما لازم يصير في اكل لاكبر ولا صغار، يعني نحاول قد ما فينا يكون كثير خفيف، خصوصا لمرض التوحد يعني كمان هو بنقول له نحن صيام متقطع. هلا ممكن كطفل هو ما كثير يستوعب هذا، فبعطيه شغلات خفيفه، يعني ممكن اعطيه عصير طبعا من الشيء اللي نحن حكينا دائما ما في محليات، المحليات حتكون طبيعيه، ما بدنا محليات اصطناعيه. ممكن اعطيه اذا عندي انا من حليب الجمل او الماعز، ممكن اعطيه على شكل حليب او على شكل لبن، كمان هو اذا لبن حيهدي له اعصابه، بنفس الوقت هي الخمائر الموجوده باللبن حتفيد الجهاز الهضمي باعتبار هو عنده مشكله اصلا بالجهاز الهضمي. نضيف له الكزبرة، الكزبرة كثير شيء مهم لطفل التوحد أو غيره، بس طفل التوحد لأنه هي مثل المغناطيس اللي حتطلع هذا من قلب الخلية حتى أو الدماغ المعادن الثقيلة وتطرحها خارج الجسم. فنحن بالحمية أول فترة ممكن أول 10 أيام أو 15 يوم نلاحظ أنه حتى زادت الرائحة الكريهة عند الطفل، إن كان بعرقه أو بالخروج، فلهيك نحن ما نخاف. وممكن أول فترة كمان يكون كتير عصبي،
لأنه هو اختلف عنده الغذاء كله، راحت السكريات منه، ممكن يكون عصبي. بعدين نحن حنستوعب هذا الموضوع أنه حيتراجع شوي شوي. ممكن نعمل حقنة شرجية بعد فترة، يعني نحن نظفنا الجسم من السموم، أعطيناه الغذاء المناسب، بلشنا له بالفيتامينات، بلشنا أول مرحلة هو ما حيستفيد من الفيتامينات، يعني هو عم ياخد فيتامينات وما عم يستفيد. حمض المعدة مظابط، عنده معادن ثقيلة هي عم تطرح له ياهم برا. زبطنا حمض المعدة وطلعنا السموم من الجسم، ضفنا له الأكل الصحي والكزبرة، فوتنا الأوميجا 3، صرنا لازم ضروري نفوت الفيتامين دي والآ والإي، هدول كتير ضروريات بالنسبة له. الفيتامين إي معروف مشان المعدة وحمض المعدة. الفيتامين آ لأنه هو ممكن يكون عنده نقص، أو أحد أسباب التوحد كمان نقص فيتامين آ. والفيتامين دي كمان كتير ضروري. طيب هون بدي أسألك، بما أنه عم نحكي عن الفيتامينات، هل المكملات أو يعني الفيتامينات اللي عن طريق الحبوب مفيدة لمرضى التوحد ولا لا؟ بتفضلي دائما تكون مصادر طبيعية قدر المستطاع؟ هلأ نحاول قد ما فينا أنه يكون طبيعي. وقت هذا البديل ما بيكون طبيعي ممكن نحن نلجأ للمتممات، يعني مثل فيتامين دي. بالشتاء كتير صعب أني أنا أعرض الطفل بفترة صباحية للشمس بشكل مباشر، حيكون في هواء لأنه بده يكون بدون تياب، يعني بدي أعرض مثلا إيديه أو رجلي مباشرة للشمس، حيكون الموضوع صعب. فنحن حندخل له الفيتامين دي عن طريق المتممات. تمام. الأوميجا 3 كمان شوي صعب أنه ناخده نحن كسمك دهني، والأمور مكلفة وممكن يكون عبء على الأهالي، ممكن ندخل له إياها بمتمم. كيف بدي أعطيه معادن صحية أو فيتامينات أو بروتينات صحية؟ حكينا المرة الماضية على السبيرولينا أو الكلوريلا، هدول مثل منتجات طبيعية أورجانيك، حيعطوني الغذاء يعني كفيتامينات ومعادن وبروتين بشكل جيد للطفل. هون بعد هاي الفترة نحن ممكن ننظف أكثر جسم الطفل، نعمل له حقنة شرجية، بابونج، يعني نحن كانوا أجدادنا كثير يعملوها هاي البابونج. نحن حننظف ونطهر البابونج، معروف تطهير المكان الموجود، فممكن نعمل حقنة شرجية بالبابونج، ممكن نشربه يا حتى نحاول قد ما فينا أنه ما يكون عنده أمساك هذا الطفل، مشان ما تضل هاي السموم داخل الجسم. طيب أستاذة، بنرجع لدور الأهل وعنايتهم بأغذية أطفالهم، أمتى ممكن تظهر أعراض التحسن عند الطفل؟ مجرد ما بلشنا بالحمية تقريبا أول 3 شهور حيشوفوا أنه شوي شوي حيبلش التحسن. بعد 3 شهور لست شهور، طول ما في التزام كتير كبير بكل شيء حكيناه، حيبلش التحسن أكثر. حيلاحظوا أنه الطفل بالإضافة للمراكز اللي عم تتابعه أنه بلش يتجاوب معهم موضوع النطق، يعني كانوا مثلا كلمة بابا أو ماما يطولوا فيها يمكن أشهر، حيلاقوا صار في استيعاب أكثر، المهمة أسهل صارت بالنسبة لهم. فنحن دائما بنتمنى من المراكز أنه يكون في دائما عناية تغذوية بالإضافة، يعني مشان ما تعبهم يكون كتير طويل الأمد، أو كتير يعني بدي سنين لأحصل على شيء بسيط. فهيك نحن نحاول، والأهل يكون عندهم قناعة أنه هذا الطفل هو ماله مريض خلص مدى الحياة، هو حيوصل ليوم من الأيام بإذن الله حيتشافى. وفي كتير على فكرة علماء كانوا بيقولوا أنه كانوا بيصغرهم عندهم توحد، يعني في علاج نهائي. علاج نهائي هيك بالمتابعة، أو ممكن يخفف من الأعراض بشكل بسيط، يعني ممكن يخفف بشكل كبير، ويمكن هذا الطفل يحسن يتعايش، يعني يتعايش. حتى نحن عندنا هون بسوريا من كم سنة صدر قرار أنه المدارس يكون فيها دمج لحد هذا الطفل يشوف غيره ويحسن يتعامل مع الأطفال الثانيات. أما طول ما أنا حاطة ابني، يا أنا خايفة من المجتمع أنه هو مريض، أو أنا خايفة أنه ما يعرف يتعامل، فهذا حيزيد حالته سوء. أكيد. يعني بختام حديثنا بدنا نتشكرك أستاذة رغدة، ومثل ما دائما بنقول الغذاء هو دواء بكثير من الأحيان. فشكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا كثير لك أستاذة ولكل النصائح اللي قدمتها. أهلا وسهلا، أتمنى لهم الشفاء لكل الأطفال. شكرا. هايدي وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى نكون قدمنا بعض المعلومات المفيدة من ضيوفنا الاختصاصيين اللي رافقونا بمحطاتنا الصباحية لليوم. أكيد موعد جديد بكرة مع ضيوف جداد، لا تنسوا تراسلونا
لأي مواضيع بتحبوا تكون ضمن محطاتنا الصباحية. ونهارك سعيد هايدي. نهارك سعيد سلمى. وأكيد نهاية مشوارنا الصباحي مشاهدينا، لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف مميزين وفقرات مميزة. ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.